السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى صبري، دكتوره صيدليه مهتمه بمجال العنايه بالبشره والشعر. وما تنسوش لو انتوا جداد في القناه واول مره تشوفوني تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ممكن عارفين بقالي كتير ما عملتش الانترو دي، بس لاحظت ان في ناس بقت تتفرج على الفيديوهات تهرب ما تعملش اشتراك، وفي ناس كمان جديده معانا في القناه، فحبيت اعرفهم بنفسي البدايه علشان لو مش عارفيني. النهارده هنتكلم عن مشكله مهمه جدا وبتقابل ناس كتير، وهي الاسمرار حوالين الفم. في ناس كانت زايده معاهم قوي 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 وجالي منها شكاوي الفتره اللي فاتت، وزادت معاهم في فتره الشتاء. في ناس على العكس تماما وبتزيد معاهم في فتره الصيف، في ناس بتزيد معاهم في فترات الحمل. عشان كل كده كل حاجه ليها سبب مختلف، وده اللي احنا نعرفه النهارده. هنعرف السبب علشان المشكله دي بالذات على حسب السبب هيكون طريقه العلاج، وكمان 90% من حل المشكله ان احنا نبطل السبب، عشان هتفاجئوا ان في حاجات كتير غلط بنعملها هي السبب واحنا مش واخدين. بس في البدايه عشان نبقى عارفين اصلا الاسمرار ده بيحصل ازاي، احنا عارفين ان في خلايا اسمها الميلانوسايتس، او الخلايا دي يعني هي اللي بتطلع صبغه الميلانين. الصبغه دي ربنا خلقها في جسمنا بكميه معينه، كل واحد ليه كميه صبغه ميلانين معينه في جسمه هي اللي بتديله لونه ده، سواء ابيض اسمر قمحي وهكذا. وده خلاص احنا مولودين بيه ومستمر علينا معانا. بس في ناس بيحصل عليهم حاجات طارئه، تعرض للشمس، حاجات معينه نتكلم فيها، هي دي الحاجات دي بتخلي صبغه الميلانين دي تزيد اكتر وتتوزع في مناطق معينه فيحصل فيها الاسمرار. ويعني منطقتنا اللي احنا نتكلم عليها النهارده ان صبغه الميلانين تزيد في الحته دي بالذات. طب ايه اصلا اللي بيستفز الخلايا دي ويخليها تطلع صبغه ميلانين كتير كده؟ رقم واحد واساس المشكله النهارده هو الالتهاب. اي حدوث اي التهابات، اي حاجه بتؤدي للالتهاب بيخلي يحصل تهيج في الخلايا ويحصل فيها انها تطلع صبغه ميلانين زياده. الالتهاب مش شرط يكون في المكان ده بس، بيبقى مثلا في وشنا بشكل عام، بس الحته دي الجلد بتاعها رقيق فبيبان عليها الصبغه اكتر. والسبب رقم واحد في الالتهاب وهو الجفاف. 90% من الناس اللي عندهم مشكلة الاسمرار حوالين الفم هنا المشكلة بسبب الجفاف، ودول اللي لاحظوا انها زادت جدا جدا الفترة اللي فاتت. بيجي لي اسئلة يوميا بسبب الموضوع ده، وده 90% حلهم هو الترطيب، او يعني سببهم هو الجفاف. الجفاف ادى ان المنطقة دي بقت مشدودة وملتهبة، ادى ان يحصل فيها زيادة في صبغة الميلانين، وادى بعد كده ان يحصل. احنا خلاص بقينا فاهمين مش بس الجفاف، اي حاجه هتعمل التهاب في المنطقه دي هتعمل اسمرار. زي ايه مثلا؟ الناس برضو اللي بتغسل وشها بتغسل المنطقه دي بعد كل اكل بالصابون العادي اللي هو الفا والكاميه والحاجات اللي في التواليت دي، دي برضو بتجفف المنطقه دي زياده وفيها حاجات عطريه فبتعمل غمقان. كمان الناس اللي بتتعامل مع المنطقه دي بطريقه يعني قاسيه، بتنشف وشها بالفوطه الخشنه الجامده. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بننشف وشنا بالمناديل. برضو الوش كله بتأثر بس المنطقة دي بتأثر اكتر ويحصل فيها اسمرار. الناس بتستخدم وايبس كتير كتير في الحتة دي، برضو ده كده مش صح وبيؤدي لاسمرار. حاجة كمان وهي الاكلات اللي فيها نسبة عالية من الموالح، بالذات بقى مثلا الفاكهة، البرتقال، الاستفندي في الشتاء وفي الصيف، الحاجات اللي هي زي المانجا والبطيخ، الطماطم، اي حاجه فيها نسبه عاليه من الموالح. الناس دي بالذات اللي عندها المنطقه دي رقيقه الاكل ده بيزود معاهم. علشان كده لما نيجي ناكل افضل حاجه ان احنا نقطع الحاجات دي شرايح او حاجات صغيره ناكلها بالشوكه، او يعني بمعنى اصح ما نخليهاش طول الحته دي. طبعا ده مش مع كل الناس، الناس يعني المعينين اللي عارفين نفسهم ان الحته دي بتعمل يحصل فيها التهابات واسمرار. كمان الشيبسي والمخلل والحاجات اللي فيها توابل كتير برضو بيجي ياكلوا بيبهدلوا الدنيا، او الناس اللي بياكلوا بشكل عام لازم بياكلوا بقيه وشهم معاهم، كل الكلام ده بيؤدي لحدوث التهاب شويه، تحسس في المنطقه دي وحصول فيها اسمرار. كمان الناس اللي ما بتحسش انها بتغسل بقها كويس غير لما المعجون يطلع بره ويبهدل الدنيا، بالذات المعاجين الاسنان اللي فيها فلورايد، سبب اساسي فعلا في الاسمرار والغمقان. الشفايف يعني الشفايف وكمان المنطقه اللي حوالين البق. عشان كده ناخد بالنا نغسل سناننا كويس من جوه، ما فيش اي داعي ان المعجون يطلع بره. انا بغسل ما بطلعش المعجون بره، فانتوا اتحكموا في الموضوع ده. وايفن لو طلع بره يعني حاولوا تغسلوا بقكم على طول علشان تتخلصوا من اي بقايا للمعجون حوالين. كمان عندنا عاده مص الشفايف، او الناس اللي بتبل شفايفها بلسانها او بيبلوا اللي حوالين المنطقه كلها، يطلعوا لسانهم ويبلوا بيها المنطقه دي. دي من اكتر الحاجات برضو اللي بتعمل التهابات في المنطقه دي وبتعمل اسمرار. طيب اصلا يعني المفروض ان احنا نتجنب النقطه دي،
وفي اطفال كتير بيعملوها وبيبقى عندهم اسمرار بقى من صغرهم، يطلع معاهم لما يكبروا يبقوا متضايقين جدا. فاحنا الحل ان احنا نتجنب الموضوع ده من صغرنا. لو احنا لاحظنا ان اطفالنا بيعملوا كده، ده معناه ان في عندهم جفاف. الجفاف هو اللي مخليهم بيعملوا كده. واحنا وهي كبار لما بيحس بجفاف بنضطر نقعد نبل شفايفنا بلساننا وحواليها وكده. فعشان كده نخلي دايما معانا حاجه مرتبه للشفايف او مرتبه للوش بشكل عام، علشان ما يضطرش نعمل الحركه دي. وكمان الاطفال دايما دايما نرتب لهم المكان ده، ونعود ان هم يرتبوه علشان ما يضطروش يعملوا الحركه دي ويحصل عندهم اسمرار من صغرهم ويفضل مكمل معاهم لحد ما يكبر. تمام. في ماشي، احنا قلنا حوالي 2% بسبب الجفاف والالتهابات، الباقي بيبقى في الغالب بسبب ازاله الشعر. في ناس كتير موضوع ازاله الشعر ده بيعمل معاهم التهابات، فبالتالي برضو هيحصل اسمرار. وخصوصا بقى الناس اللي بتعمل بالشيفينج او مكان الحلاقه، انا اتكلمت في الفيديو بتاع الشيفينج ونبهت ان ما نعملش بالاداه دي خالص في الحته دي، علشان بيسبب اسمرار او اخضرار يعني whatever. وده من مره واحده ممكن يعمل كده، وعن تجربه يعني الموضوع بقى سخيف، فبلاش خالص تجيبوها في الناحيه دي. كمان بلاش خالص السويت ولا الشمع برده في الحته دي، ما ينفعش خالص. حلها ايه يعني؟ حلها بصراحه هو الليزر، بخصوصا الناس اللي بيطلع عندهم شعر كتير في المنطقه دي، شعر تقيل بيضطروا يعملوه كتير، فهم حلهم الليزر. الليزر ممكن ما يبقاش فعال في باقي الوش قوي، احنا قلنا اتكلمنا برده عن الموضوع ده قبل كده، ان الشعر بيبقى وبري، ياخد جلسات كتيره 10-12 جلسه وبيفضل يطلع برده. بس الحته دي لا، مختلفه وبيجيب معاها نتيجه كويسه ومش غاليه. موضوع التكلفه مش عالي خالص، لان انت بتعمل منطقه صغيره جدا، عدد النمطات اللي بتستهلكها قليله، فالموضوع بيبقى مش مكلف خالص. فانا بنصحكم جدا انكم تعملوا ليزر في المنطقه دي لو انتم بتعانوا من مشكله في الاسمرار بسبب ازاله الشعر. لو بقى ما فيش حتى اوبشن الليزر ده متاح، يبقى بلاش برضو الشمع وبلاش الحلاقه، يعني خلينا في الفتله، او خليكم في الطريقه اللي مش بتعمل الاقل التهاب ليكم. انا مثلا بالنسبه لي مريحه الفتله، مش بتعمل التهاب قوي، ونستخدم بعدها كريم مضاد للالتهابات ضروري جدا، ونقعد نرطب كتير 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 عشان ما يحصلش جفاف ولا التهاب ولا اسمرار بسبب ازاله الشعر. كريمات الكورتيزون بقى والخلطه الثلاثيه اللي عماله اعيد وازيد فيها ليل نهار يا جماعه، بلاش منها. بلاش كورتيزون، بلاش خلطه الفيرن لافلي والسبوتليس والبيتا ديرم. الكورتيزون مضر للوش كله بشكل عام، بيرقق البشره اكتر منطقه كمان يعني ممكن فعلا تتعرض للموضوع ده وتتاثر، هي المنطقه دي بيحصل فيها ترقق، فخلاص الجلد ويحصل فيها التهابات. يعني الكورتيزون هو مضاد للالتهابات، بس استعماله على المدى الطويل ممكن يقلب بنتيجه عكسيه ويعمل التهابات. استخدام الكورتيزون في المنطقه دي كتير ممكن يكون احد اسباب الاسمرار، فانتوا راقبوا كده وشوفوا التصرفات اللي بتعملوها. لو من ضمنها التركيبه الثلاثيه، يبقى هي اللي مسببه لك اسمرار في المنطقه دي. كمان كريمات التقشير، دايما دايما بحذر طريقه استخدام اي كريم تقشير، نبعده عن تحت العين وحوالين البق عشان المنطقه دي حساسه، وبرده التقشير الكتير فيها بيعمل جفاف ويعمل التهابات ويعمل اسمرار. نكتفي بس بالسكراب الخفيف اللي بنعمله باقي وشنا مرتين في الاسبوع، نعمل سكراب للمنطقه دي عادي معايا مرتين في الاسبوع بس كفايه، ويكون سكراب خفيف، نبعد خالص عن كريمات التقشير. نيجي بقى للجزء التاني من الناس، ان هم بيحصل معاهم زياده للموضوع ده في الصيف، العكس تماما، وده بسبب بقى الشمس، بسبب تعرض الشمس. طبعا احنا عارفين الشمس بتحرق بشرتنا كلها او بتسمر بشرتنا كلها، فمش هتيجي على المنطقه دي اللي هي حساسه اصلا، اكيد هتروح مزوده الاسمرار فيها. وخصوصا بقى ان يعني المنطقه دي من المناطق المنسيه، واحنا بنحط سان بلوك، يعني انتوا اللي بتستخدموش سان بلوك اصلا فدي مشكله. ولو بتستخدموا سان بلوك وبتنسوا تحطوا في المنطقه دي، فهيحصل عدم توحيد لون في البشره، ويبقى المنطقه دي سمرة عن باقي البشره، مع ان المنطقه دي من اكتر المناطق اللي محتاجه نحط فيها سان بلوك على طول ونجدده كمان كل ساعتين. فهنا يبقى الحل بتاعنا ان احنا نحط سان بلوك. في كمان ناس بيحصل معاهم الموضوع ده اثناء الحمل، احنا عارفين في حاجه اسمها كلف الحمل. الكلف برضو الناس اللي مش عارفاه، ان بسبب لخبطه الهرمونات او زياده هرمونات معينه، بيحصل ان الصبغه بتزيد في بعض مناطق جسمنا، بتلاقي عندهم مثلا الاكواع مسمره، الرجل وهكذا، من المناطق دي برضو حوالين الفم بيحصل فيها اسمرار، وده في الغالب بيروح بانتهاء الحمل او بنستخدم بعد الحمل بيخف يعني، ونقدر نستخدم له كريمات تفتيح عاديه، هو ده هيبقى حل المشكله هنا. واخيرا من الاسباب اللي انا فاكراها حاليا يعني برضو للمشكله دي، هي نقص بعض الفيتامينات، الحديد والزنك وفيتامين سي، دول الثلاث فيتامينات دول
ناقص حاجه فيهم ممكن تسبب المشكله دي. فلو انت عندكم نقص في حاجه فيهم او اتاكدتوا مثلا بتحليل ما او اعراض تانية مثلا انيميا، زنك الضوافر بايظه، نقص زنك، فيتامين سي، مفيش نضاره في البشره، فالحاجات دي كلها بتبقى اساسا سبب برضو من اسباب الاستمرار ده. ولو عرفناه لازم نعوض على طول وناخد مكمل غذائي من الصيدليه يكون فيه الفيتامينات. خلاص عرفنا الاسباب وبطلناها، ندخل بقى على اللحظه المرتقبه وهي لحظه العلاج. اول خطوه ايا كانت السبب، رقم واحد في العلاج هو استخدام سان بلوك في المكان ده. لو انت بشرتك دهنيه ارشح لك حاجه تكون فلود او يعني سائل او جل دراي تاتش، جل سريع الامتصاص من البراندات زي لاروش او فيشي او ايزيس او اي سي ام او افان. اما لو انت بشرتك جافه او عاديه فانت محظوظه وتقدري تستخدمي اي براندات اقل شويه زي بوبي مثلا او ايا كان، يكون كريم او لوشن هتكون مناسبه ليكي. واهم حاجه السان بلوك يتجدد كل ساعتين. تاني خطوه معانا ان احنا نستخدم كريم يكون مرطب ومضاد للالتهابات. مضاد للالتهابات فيه ماده زنك اوكسايد بحيث يعمل اي التهابات في الحته دي يشيلها، اللي هي اساسا سبب واساس الاسمرار. ومثلا في كمان حاجات عليه زياده، يعني انا هرشح لكم دلوقتي شويه كريمات. اول مجموعه من الكريمات عندنا بايوديرما بي او زنك، او اسمه ايه، اسمه بايوديرما بي او زنك او افين سيكالفيت او سيدو كريم. الثلاثه دول او اول اتنين بالذات مرطبين مضاد للالتهابات، بيعملوا زي اصلاح لاي خلايا تالفه، يعني لو في هنا جفاف او في التهابات حصل اي مشكله بيعيدوا تجديد الخلايا. كويسين جدا ومناسبين جدا. لو سعرهم عالي عليكم نقدر نستخدم حاجات تانية او بدائل ارخص شويه، فيهم برضو ماده الزنك اوكسايد زي كير باي كير، زي بيبي كريم، وزي زنك اوليف. كل الحاجات اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي عشان تقدروا تحتفظوا بيها، وهسيب لكم اسمائهم تحت في صندوق الوصف واحاول اجيب لكم اسعارهم. هنستخدم الكريمات دي مرتين ثلاثه اربعه في اليوم حسب، يعني اقل حاجه مرتين، تقدر تستخدمها اكتر من كده بكتير زي ما اتفقنا. ما نسيبش المنطقه دي جافه، كل ما تجف نحط من الكريمات دي هنستخدمها معانا كمرطبات وكمضادات للالتهاب. ثالث خطوه بقى في العلاج هتختلف على حسب السبب. لو انت المشكله عندك عرفتي خلاص انها بسبب الجفاف، بسبب التهابات، اي حاجه يعني تؤدي للتهابات، ازاله الشعر بشكل خاطئ، الموالح، الحاجات دي كلها، فانت هناخد بقى كريم اسمه تريكزيموس، او الماده الفعاله بتاعته اسمها تاكروليموس، علشان لو حد مش في مصر او انزلوا الصيدليه عايزين كريم في الماده الفعاله دي هكتب لكم اسمها. هنستخدم الكريم ده مره واحده بالليل كل يوم، يعني لحد ان شاء الله ما نلاحظ نتيجه. يعني انتوا لو اتبعتوا النصيحه اللي احنا بقولها لكم دي مع الروتين العلاجي اللي انا هكلمكم عنه دلوقتي للاخر، ان شاء الله في خلال شهر هتلاحظوا نتيجه يعني عاليه جدا. لو انت بقى المشكله عندك بسبب التعرض للشمس، بسبب كلف الحمل، بسبب اهمال السان بلوك، فهيبقى انت هتستخدمي كريم تفتيح يكون مكوناته خفيفه شويه، يعني ما فيهاش هيدروكينون مثلا، ما فيهاش تقشير قوي، يكون فيها اساسا فيتامين سي. يعني يفضل عندنا الكريمات دي من الحاجات الكويسه جدا، لاروش بيجمنت كلور، بايديرما وايت اوبجكتيف، وريكسول الترا وايتنينج، هسيب لكم صورهم. لو غاليين عليكي تقدري تستبدليهم بحاجات قليله شويه زي كريم ستارفيل، زي بلانكا، زي روماكس، او ايا كان مكانك في الدنيا حاولي تستخدمي كريم تفتيح يكون فيه فيتامين سي، يكون فيه مواد طبيعيه. هيقعد معاك وقت شويه بس هيكون امن على المنطقه دي، عشان احنا قلنا ما ينفعش نستخدم حاجه قويه، ما ينفعش نستخدم فيه حاجه تقشير، هتزيد الموضوع زياده وتزيد الالتهابات زياده وتزيد كمان موضوع الاستمرار. رابع خطوه معانا بقى وهي سكراب خفيف يقشر الجلد الميت بالراحه خالص، عشان يعني الجلد مات القديم ينزل اللي فيه سوا التمارين متثبته. هنعمل ايه؟ وصفه حلوه جدا. شوفان كده مطحون وشطحنه مع زبادي هيكون حلو قوي قوي، ليهم فوائد جدا في التفتيح ومفيدين جدا. ونعمل بيهم سكراب خفيف ممكن الوش كله مع الحته دي او الحته دي بس، مرتين في الاسبوع هيكون كفايه. لو الشوفان مش متوفر نقدر نعمل الوصفه اللي انا بحبها دايما، اللي هو البن مع زيت الجوجوبا او زيت فيتامين اي، حاجه منهم برده فيه مواد مفتحه جميله جدا. الوصفتين دول هنعمل حاجه فيهم، او مثلا مره دي مره دي، بس مرتين بس في الاسبوع. احنا قلنا مش عايزين تقشير، مش عايزين احتكاك كتير، سكراب خفيف مرتين في الاسبوع هيكون كفايه. وخامس خطوه بقى معانا وهي لو عندكم اي نقص من الفيتامينات اللي احنا قلنا عليها ضروري 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 تاخدوا فيتامين سي او الحديد او زنك. لو انتوا مش قادرين تحددوا كان عندكم نقص او لا، تقدروا تجيبوا مالتي فيتامين او مكمل غذائي في الثلاث حاجات دول.
تاخدوهم كده كوقايه هيكونوا كويسين اصلا ليكوا لجسمكم بشكل عام، لبشرتكم ولشعركم. مش هقول اسماء بقى خلاص، انتوا اتكلمت على اسماء قبل كده كتير. او تقدروا الصيدليه، تنزلوا الصيدليه تقولوا الصيدليه عايزه فيتامين يكون فيه حديد وزنك وفيتامين سي، تمشوا عليه كده تقعد شهور هيعمل معاكم نتيجه كويسه. خلاص انا خلصت الروتين بتاعي وخلصت الكلام بتاعي ان شاء الله زي ما قلت لكم. لو مشيتوا على الكلام ده في خلال وتجنبتوا اهم حاجه السبب والاسباب اللي اتكلمنا عنها في البدايه، في خلال شهر هتلاحظوا نتيجه كويسه جدا جدا. في بعض الناس ممكن تقولي جربت ده كله او من صغري بقى وجربت كل حاجه، كل كريمات التفتيح ممكن تخيليها وبعمل سان بلوك والكلام ده كله ولسه في اسمرار. دول انا يعني بقول لكم روحوا للدكتور بقى، روحوا للدكتور هو يشوف لكم حل او تقشير بطريقه مناسبه مش قويه. يعني هيبقى حلكم بقى الليزر، طريقه معينه من انواع التقشير، تقشير كريستالي او تقشير على البارد، ممكن ساعتها تجيب معاكم نتيجه. بس يعني لو انتم مجربتش حاجه قبل كده او مشيتوش على روتين كامل، امشوا بجد على الروتين ده هيفرق معاكم جدا جدا. ولو عندكم اي اسئله تانية قولوا لي تحت في الكومنتات وارد عليكم ان شاء الله. قولوا لي برده عايزين فيديوهات ايه تاني، ويا رب يكون التصوير الجديد عجبكم. عملت رينج لايت وظبطت الدنيا، وان شاء الله دايما احاول اظبط لكم ونحسن الفيديوهات احسن واحسن. بس خلاص اشوفكم الفيديو جاي على خير. ما تنسوش الناس ما تتفرجش وتجري، اعملوا اشتراك في القناه. بس خلاص دمتم حلوين فاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.